بين الناس معلومات ومفاهيم خاطئة عن الشعر والعناية به، معلومات معظمها خاطئة وقد تتسبب بخسارة للجهد والوقت والمال. جاب قصة شائعة وما لوحظ أن المحجبات بيشكو أكثر من تساقط الشعر تغطيته أو غيره، ممكن يزيد إفرازات أو يعزز يمنع البخر ويزيد الإفرازات ضمن الشعر، يزيد قد القشري أو التخمرات نسبيا وإلى آخره، أمر يحتاج لمزيد من النظافة، ولكن الحجاب ما بيزيد تساقط الشعر. نقول كل هاي ما إلى على أبدا. تطبيق الزيوت قد يحسن قوام الشعر، الشعر الخشني قد تطرى على الزيت، ولكن ما بيزيد نموه. ونحن دائما بنقول إنه تغذية الشعر من الداخل من الغذاء اللي بناكله، في أغذية كتير مشهورة بتحسين طبع الشعرة أو زيادة الشعرة أو تحسين مظهر الشعر.